لما احنا عايزين نقلل المية والفلاح يهمه زيادة الانتاجية، ويمكن الابحاث ويمكن معالي وزير الزراعة شرح ان الشتلات الجديدة مع الري بالتنقيط بتدي انتاجية اعلى للفلاح وبتوفر لي مية لو انا تحولت للري بالتنقيط. فهنا الحقيقة زي ما بنقول مكسب مشترك، الفلاح لازم يكسب والدولة كمان توفر مية عشان ناخد المية دي نستخدمها في أماكن أخرى. أحد أهم المشاكل ويمكن اتقالت برضو النهاردة هو تفتيت الحيازة الزراعية. مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية أن كل فلاح عنده مساحة محدودة جداً، تكلفة المساحة دي من الجرار والتسوية والبذور والعمالة وكل حاجة الحقيقة بتبقى عالية جدا بالنسبة لإنتاجية المساحة الصغيرة. فاللي احنا بنقوله بنستغل قانون الموارد المائية الجديد في ان هو بيسهل لنا تشكيل روابط مستخدمي المياه. لما بنشكل روابط مستخدمي المياه اقدر اجمع المزارعين مع بعض، يعني بدل ما حصل تفتيت للحيازة الزراعية على كل مسقة بعمل تجميع للحيازة الزراعية وبنتخب لهم مقرر، بنفتح لهم حساب في البنك بالقانون وبيتم التعامل معهم كوحدة واحدة، ممكن يزرعوا مع بعض، يأجروا معدات مع بعض، وكمان يتحولوا للري بالتنقيط كوحدة واحدة، لأنها تقلل التكلفة كتير جدا، بيبقى نقطة رفع واحدة، خط مواسير أو مسقة مكشوفة، ونقطة رفع واحدة بتوفر العديد من الترمبات اللي كل مزارع عنده ترمبة، وممكن كمان أقدر أشغل الترمبة الواحدة دي بالطاقة الشمسية في المستقبل. بنشتغل مع البنوك ومع الزملاء في وزارة الزراعة علشان نمضي بروتوكولات مع البنوك نقدر ندي المزارعين بالتقسيط على 10 سنوات، لأن احنا عندنا زي ما قال فخامة الرئيس 350 ألف فدان من القصب، لو خدنا دول بس مرحلة أولى نقدر نوفر كمية كبيرة من المياه. طبعا ما نقدرش في ظل الزيادة السكانية اللي بتصل إلى 2 مليون مواطن، و2 مليون مواطن بالنسبة لي أنا كمهندس مية بيحتاجوا 2 مليار متر مكعب مية تضاف، فكل سنة لازم يبقى عندي 2 مليار متر مكعب مية زيادة علشان أواجه الزيادة السكانية، وده رقم ضخم جدا الحقيقة. لما نعرف أن كل الاستثمارات اللي بيتم استثمارها في التحلية مثلا، في اللي سمعناها من معالي وزير الإسكان، ما وصلتنيش لنص مليار متر مكعب في السنة، فتخيل أنا مطلوب مني كل سنة 2 مليار متر مكعب. علشان كده كانت التوجيهات واضحة أن مفيش القاء، مفيش اي تهدير في الميه، لازم يعاد كل استخدام كل قطره ميه على ارض مصر. الحقيقه النهارده اقدر اقول ان الدوله المصريه بتعيد استخدام 21 مليار متر مكعب ميه في السنه، وما بتكلمش على المحطات اللي اتقالت في الفيديو. لما نيجي نتكلم على المحطات اللي اتقالت في الفيديو بنتكلم على إضافة للمنظومة 13.1 مليون متر مكعب مية جايين من محطة بحر البقر 5.6 وجايين من محطة الضبعة 7.5 اللي هم أكبر محطتين في العالم، ويمكن الشبكة المية هنا تكلفت في السنوات أو حتى الآن 170 مليار جنيه لخدمة المشروعات القومية الجديدة حتى الآن، وأنا بتكلم على عنصر وزارة الموارد المائية أو مجهود وزارة الموارد المائية في المشروعات القومية للتوسع الزراعي. هتكلم على مشروع واحد بس من التنمية البيئية، يمكن اتكلمنا قبل كده أو اتكلم فخامة الرئيس على البحيرات وما أنفق على البحيرات والمجهود اللي اتعمل على البحيرات الشمالية. الحقيقة المشروع ده هو أحد أهم المشروعات اللي بنقوم بيها أنا شخصياً، يعني بالنسبة لي ده نموذج للتنمية المستدامة الحقيقي. واحد سيوة الحقيقة عانت لمدة 40 سنة اللي فاتت من مشاكل كتيرة قوي. تم حفر أبار عديدة جدا عشوائية في الواحة بشكل عشوائي، الأهالينا الطيبين اللي هناك عايزين يروه فبيدقوا بير على أقرب عمق بيجيب مية وبيبتدي يروه. الأبار دي عملت نزيف في المنطقة وتحولت المية إلى مية مالحة، وصلت المية المالحة بالمصارف إلى بركة سيوة. شايفين المنظر النهاردة بقى عامل إزاي، أو يعني قبل التدخل وبركة بهي الدين المية زادت منسوبها، البركة
مساحتها زادت يمكن 5 أضعاف، دخلت على الأراضي الزراعية، دمرت النخل أو جزء من النخل بتاع 1 سيوة اللي كلنا بنعتز بيه ودايما جزء من التراث الواحة. الجسور ابتدت تنهار، المية ابتدت تغرق البيوت، كل ده حصل في لغاية لما فخامة الرئيس قال لابد من حل جذري لواحد سيوة. والكلام ده مسجل فيديو وموجود أونلاين للي يحب يراجعه. ومن هنا كانت الحقيقة نقطة بداية في تعامل أنا بعتبره نموذج، وأنا ما بدعيش أن أنا شاركت في المشروع ده من أوله، ولكن شايف أن الموضوع ده أو المشروع ده نموذج للتعاون ما بين وزارة الموارد المائية والري، العلماء والخبراء من جامعة القاهرة، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. والحقيقة مهم جداً الشغل مع الكوميونتي أو مع شيوخ القبائل اللي موجودة هناك، بيلعبوا دور مهم جدا في هذا المشروع. وحطينا حل هندسي متوافق عليه جميع الجهات، بنقل جزء كبير من المية خارج الواحة بقناة شايفينها في الصورة 33.7 كيلومتر، عمل محطة رفع، قفل الأبار اللي تم حفرها بعشوائي أو جزء كبير منها، وحفر أبار أخرى على أعماق أكثر عمقا، أكثر من كيلو يعني تحت الأرض، بحيث أن احنا نطلع مية عذبة ونخلطها بجزء من المية المالحة وتكون متوفرة لأهالينا للزراعة، وفي نفس الوقت حماية بيوتهم.